بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد مئة سنة من الآن لن يبقى أحد على وجه الأرض إن من يعيش فوق الأرض في هذه اللحظة من البشرية جمعاء إلا ويكون تحت الأرض كل البشر ثري فقير مؤمن كافر، حاكم، ومحكوم. الكل بلا استثناء سيكونون تحت الارض. فبالتالي عندما ترى احدا يتمزق ويتالم والبعض يتسخط اذا فقد شخصا حبيبا عزيزا عليه وفي الحقيقه اننا كلنا سنموت. لن يبقى منا احد على وجه الارض. ولكن نحن كمسلمين عندنا البشرى عندنا الامل امه الاسلام هي اكثر الامم دخولا في الجنه لا يوجد عندنا وداع ونهايه في الموت انما هو فتره وجيزه ثم التقاء في الجنه نحن نعلم كمؤمنين اننا في اختبار مؤقت واننا سنذهب عاجلا ام اجلا الى ارحم الراحمين رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي اوجد الرحمه هو الذي خلق الرحمه هو رحمن السماوات والارض نؤمن بان المسلم يملك اعظم بطاقه في الوجود وهي مفتاح الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله لا تبالغ في الحزن اخي اختي فان الوعد الجنه المؤمن المسلم موعود بالخير عند الله سبحانه وتعالى نحزن نعم نحزن على فراق الاحبه ولكن لا نسخط ولا نقنط ولا تنتهي الحياه في عيننا وكانه الفراق الابدي والعياذ بالله أبدا والله إنما هو الوعد إنما نحن على وعد مع أهلنا وأحبابنا في جنات النعيم سنجلس على سرور متقابلين فاكهين متنعمين نتذاكر أيام الدنيا أبشركم أن الله عز وجل وعدنا في كتابه العزيز أن المؤمن سيلتقي باحبابه وابنائه وابائه وزوجاته في الجنه اذ من اعظم النعم ومن اغلى الامور عند الانسان هم احبابه واهله في سوره غافر يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم لذلك نحن كمسلمين لا ينقطع املنا ورجاؤنا من الله ابدا لا يوجد يأس عند المؤمن إنما هو إيمان ويقين أنه فراق مؤقت وقصير جدا ولقاء قريب في جنات النعيم في قصور وأنهار وسرور وإستبرق وحرير إنما هي نظرة النعيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة في دار الجمال في دار السعاده في دار الامنيات لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انه النعيم الاعظم انه النعيم المقيم فبشرنا سبحانه وتعالى اننا كمسلمين سنجتمع باهلنا واحبابنا واقاربنا في الجنه من الاباء والامهات والابناء والبنات والزوجات بشرنا سبحانه وتعالى فقال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء عن ابن عباس قال ان الله ليرفع ذريه المؤمن في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ هذه الآيه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وعن ابن عباس أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال: إنهم لم يدركوا ما أدركت، فيقول: يا رب اني عملت لي ولهم فيؤمر بالحاقهم به قال الزمخشري فيجمع الله لهم انواع السرور بسعادتهم في انفسهم وبمزاوجه الحور العين وبمؤانسه الاخوان المؤمنين وباجتماع اولادهم ونسلهم بهم قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وإذ رؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال السعدي في تفسيره جنات عدن اي اقامه لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا لانهم لا يرون فوقها غايه لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي اليه المطالب والغايات وفي قوله تعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم بالسلامه وكرامه الله لهم قال البغوي في تفسير الايه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب قيل من ابواب الجنه وقيل من ابواب القصور وشتان بين قصور الدنيا التي هي مستعمرات على جناح بعوضه وبين قصور الآخرة قال ابن كثير أي وتدخل عليهم الملائكة منها هنا وها هنا للتهنئة بدخول الجنة فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام وفي تفسير القرطبي في قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي بالتحف والهدايا من عند الله تكرمة لهم. سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم عن اتباع الشهوات. وعن عبد الله بن سلام وعلي بن الحسن رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم فيقولون من أنتم؟ فيقولون نحن أهل الصبر قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا انفسنا على طاعه الله وصبرناها عن معصيه الله وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا قال علي بن الحسين فتقول لهم الملائكه ادخلوا الجنه فنعم اجر العاملين وهذا مصداقا لقوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب أهل الجنة يا إخوة يتذاكرون ذكريات الدنيا في قوله تعالى في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين وهم يتحادثون ويتسامرون فتذكر أحدهم صديقا له في الدنيا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وفي سوره المطففين قال سبحانه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أهل الإيمان الذين صبروا على أذية الكفار الله سبحانه وتعالى يعطينا مشهدا من مشاهدهم في الجنة وهم يتحدثون ويتذكرون ما كان يحصل لهم في الدنيا بعد أن فازوا بالجنة وتذاكرون أهل الجنة أيام دعائهم في الدنيا فيقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم يتذكرون ايام الدنيا ايام ما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى في الدنيا فلما دخلوا الجنه علموا وراوا ان الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم البر هي قمه الاحسان والرحمه والود والحب راوا ان الله سبحانه وتعالى سميع مجيب سميع رؤوف رحيم ودود كريم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم راوا كيف ان الله استجاب لهم وادخلهم الجنه ومن الايات المبشره في سوره الزخرف قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. قال السعدي في تفسيره أنتم وأزواجكم أي من كان على مثل عملكم من كل مقارن لكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم تحبرون أي تنعمون وتكرمون ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات لذات الجنة يا إخوة يا أخوات لا انقطاع لها الحزن الله سبحانه وتعالى ينتزعه من اهل الجنه فيقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ويطهرهم من الغل والذي خلق المشاعر والاحساس فيعطيهم من الاحاسيس ومن السرور ما لا انقطاع له ابدي سرمدي في زياده لا تخطر على قلب بشر ولا يتصورها عقل انسان قال سبحانه فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون اللهم لك الحمد على التذكير اللهم لك الحمد على الرحمه وعلى الحلم ما احلمك يا رب على من عصاك اللهم اجمعنا مع احبابنا وابنائنا وذرياتنا واجعلهم قره عين لنا في جنات النعيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي وارحمهما واكرمهما كما ربياني صغيرا